من جديد عدنا اليكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في سبورت سكرين، وصلنا الى فقره تحليل كاس العالم في السودان ليومين، كاس العالم لكره القدم، كاس العالم فرحه العالم، هذا الكاس الاغلى على الاطلاق لاكبر مسابقه رياضيه في تاريخ الرياضات في العالم. لاول مره كاس العالم يزور السودان ولمده يومين باستقبالات طبعا رسميه كبيره لهذا الحدث الكبير والذي رغم اهميته ايضا مر بالكثير من الانتقادات. للحديث حول هذه الزياره واهميتها بالنسبه لنا كرياضيين في السودان، اسعد كثيرا بان يكون ضيفي اليوم المحلل الرياضي والاعلامي المعروف الكابتن مهند منير. مهند مرحب بك. مرحب بك زميل محمد، ومرحبا بمشاهدي قناه الهلال، وطولنا. صحيح. طيب كاس العالم في السودان اكيد حدث يعني كان يستحق الاحتفاء والاهتمام الكبير. طيب احنا بنتكلم عن اكبر جائزه في تاريخ الكره الارضيه. يعني دائما الناس بتتكلم عن كاس العالم، في جوائز نعم ثقافيه وادبيه وسياسيه زي جائزه نوبل مثلا، وفي جوائز في عالم السينما وعالم المسرح. صحيح. لكن تبقى بطوله كاس العالم هي الاولى لقوه شعبيه كره القدم. يعني يعني احنا الليله بنتكلم في قناه رياضيه ليه؟ لانه في شعبيه لكره القدم كبيره. نعم. وبنتكلم في فقره تحليليه لاكبر حدث حصل مثلا في السودان حاليا. وكل السوشيال ميديا وكل الشارع وكل الصحافه السياسيه والرياضيه وكل السياسيين والرياضيين والمثقفين الكل يتحدث عن كاس العالم. هي بطوله كبرى، حدث كبير على السودان، لذلك الاهتمام كان زايد من 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 الجمهور سواء الرياضي او الغير رياضي. نعم. بنلقى ناس كتار جدا بيتكلموا احنا ما بنحضر كوره لكن بنحضر كاس. نعم. العالم. طيب ده امامنا الصور لوصول كاس العالم للخرطوم، وطبعا الوصول تم عن طريق شركه الكوكاكولا، ودي النسخه الاصليه لكاس العالم مع طبعا الدكتور عبد الكريم موسى وزير الشباب والرياضه الاتحادي، ويظهر في الصوره ايضا المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لشركه كوكاكولا. زي ما قلت هو حدث، الناس بتقول لك انا ما بحضر كوره لكن بحضر كاس العالم. فاحنا بنتكلم عن مناسبه كبيره جدا، شعبيه كره القدم ماشيه في ازدياد خصوصا بعد الظواهر اللي عندنا. صحيح. ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تقريبا لاخر بطوله ممكن يكون هم في قمه ادائهم. نعم. اللي هي بطوله روسيا حاليا في المستوى العالي بتاع. نعم. قيمه كاس العالم نفسه في 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 هو ما هو ما في وزنه، والناس بتقول لك ذهب ولا، والقيمه المعنويه والقيمه الذاتيه له كبيره جدا. من سيحمل هذه البطوله؟ الحدث كان كبير خصوصا انه هو كان يومين في السودان. اغلب الدول وهيكون تقريبا على 51 دوله، هو قطع نصف. نعم. شوط هذه الدول، اغلب الدول بيكون يوم واحد، يعني حتى. نعم. دبي اللي جا منها الكاس كان 10 ساعات. صح. بقدر اقول لكم في بعض الدول ما تم اليوم حتى عدد معين. بالضبط كده. نعم. نعم. وكان وحتى طرق العرض بتاعته حتى في ناس ما عارفين، يعني مثلا في دبي في زملاء رياضيين ما عارفين انه في حدث لكاس العالم. لكن في السودان كان في ترويج كبير جدا له وفي قصد اعلامي كبير. ممكن نقول احنا بنعشق كره القدم، وشفنا قبل كده الحاجه دي في اول مناسبه غير سودانيه في بطوله كاس الامم الافريقيه للمحليين. نعم. في 2011 تقريبا. 2011. نعم. كان في اهتمام كبير جدا من الجمهور، يعني في سواء في الخرطوم او في بور السودان او كان مجموعتها تقريبا في مدني. اهتمام كبير وكل الناس بتمشي على المباريات، بيقفلوا السوق ويدخل، ودي فرق ما بنعرف فيها ولا لاعب، ما يعني ما هي من البطوله الرسميه عشان يكون في لاعبين محترفين معروفين. نعم. يعني لكن كان الجمهور مقبل على المباريات جداً. وكان يعني حتى الصد مدني في مجموعه مدني كان يمتلئ عن اخره فاحنا بنعشق كره القدم، بس ما في المحفز اللي بيخلينا نملا المدرجات ونملا الملاعب. يعني دائما بيكون بس حبك لشعار ناديك اللي انت بتشجعه في الدوري الممتاز او عندما يلعب في البطوله الافريقيه، لكن غير كده ما في. فاول ما تعرضنا لحاجه زي دي فرحنا، زي الحكايه دي برضو الليله. يعني احنا بنقدر نستضيف بطوله كبيره، في بطولات كبيره بتيجي في 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 دول وفي مدن ما في اي اهتمام. بنشوف. صحيح. مثلا كاس العالم للانديه شيء مصغر لما يكون في دبي، فقط مباريات الفريق الاوروبي اللي. نعم. اللي بيجي سواء ريال مدريد او برشلونه او انتر ميلان، بطل دوري ابطال اوروبا هو المباريات اللي بتكون متابعه، لكن غير. نعم. كده ما في متابعه. لكن احنا في السودان متاكد لو جات البطوله دي ادونا المباريات الدوري التمهيدي اللي فيها. صحيح. وشالوا النصف النهائي والنهائي اللي في دوله ثانيه هيكون الجمهور هنا اكبر من فعلا. فدي ظاهره طيبه، احنا كرياضيين كناس بنحب الكوره، كاعلام رياضي في متخصصين في الرياضه العالميه بنحب مثل هذه المظاهر الجميله اللي بتظهر في حب رؤية كأس العالم والتصوير مع كأس العالم، الحديث واللغط الكثير جدا اللي كان خلال الثلاثة يوم الماضية. نعم. طيب يعني الزيارة في حد ذاتها هل هي شيء يميز السودان ولا مجرد حدث؟ السودان واحدة من 55 دولة ولا يوجد شيء يستحق الاهتمام الكبير يعني بخصوص هذه الزيارة. طيب دائما الإعلام الرياضي العالمي
بيركز عليك كدولة أو كقطاع لما يكون أنت بديت في موضوع الرياضة العالمية، منتخباتك وأنديتك بقت معروفة. صحيح. هناخد أمثلة مثلا، السعودية ومصر حاليا وصلوا كأس العالم، وصولهم لكأس العالم بيدي انطباع للشركات التجارية الكبرى، هم ما بيفتحوا القنوات السعودية ولا المصرية. صحيح. هم بيتعاملوا الموضوع كبزنس. هيبدوا يشوفوا انه النازل عندهم كاس عالم، انا عندهم نجوم محبوبين، معناها في نجم سوبر ستار، فالنجم السوبر ستار ده انا لما اعلن اخليه هو يعلن لي، ونسبه المشاهده والزخم حيكون كبير جدا. صحيح. يعني حاليا مثلا منو ما بيعرف محمد صلاح؟ هو نعم قيمه ولاعب محترف ليفربول، ولكن محمد صلاح قيمته لمنتخب مصر اصبحت صحيح. كبيره جدا، وقد يكون افضل لاعب مره على تاريخ مصر لو فعلا. انجز في في نعم. كاس العالم القادم. طيب في قيمه هنا، انا حخلي اللاعبين ديل ايكون كده لي انا في كاس العالم، وابدا انشط وابدا اجيب اعلانات تجاريه عالميه مش محليه فقط. صحيح. واخلي الكاس يعني يطوف. السودان ما بيمتلك ابدا سمعه رياضيه حاليا في العالم العربي. نعم. ولا حتى في ولا في العالم ولا في العالم الافريقي ولا في القاره الافريقيه، سوى احنا بنصل مراحل نهائيه في البطولات الافريقيه على مستوى الانديه. نعم. لكن ما عندنا انجاز حقيقي. طيب هنا بتستخدم انك بتقيس الحاجه دي بشعبيه، حتى لو شفنا استخدام شركه كود الام. نعم. استخدام كيف تروج لكاس العالم ما كان رياضي خالص. نعم. لان هم ما عندهم قناعه ان هناك رياضيين ذو شهره كبيره يستحقوا ياخذوا هذا الترويج مثلا في كاس العالم. نعم. دي الحاجه اللي كانت واضحه لنا، لانه شفنا كاس العالم يعني تابعته في مع الزملاء الاردنيين في عمان، تابعنا مع الزملاء برضه في دبي، ما كان في استخدام لنجوم غير كره القدم او اللجان الاولمبيه والاتحاد. نعم. فكان الموضوع كروي بحت. قبل كده في الزيارات التي قام بها كاس العالم لعدد من الدول الشقيقه. نعم. كان المروجين للحدث رياضيين على اعتبار انه هو حدث رياضي. صح. لما نعم. وصل عمان مثلا قبل كاس العالم الماضي اللي هو كان في البرازيل، كان وقت ذاك الاردن بتلعب مباراه فاصله مع الاوروغواي، وكان المباراه بعد اسبوع تقريبا، فكان نعم. في شحن اهتمام كبير جدا. فلما وصل كاس العالم لعمان كان كله رياضيين، لانه اصلا يعني الناس جاهزه، يعني في زي ما بيقولوا يعني سخان يغلي. صحيح. خلاص كره قدم حنتاهل طبيعي. قدام فرصه نصل كاس. أيوة. العالم ومباراه مع منتخب كبير زي الاوروغواي، سواريز وكافاني ومش عارف مين. تمام. يعني كل هذه الامور اعطت شو اكثر للحدث. أيوة. عندما كان العمليه فيه التجاريه. نعم. اصبحت تلعب دور كبير جدا في كره القدم للاسف. دائما كنا بنقول زمان مثلا قبل ما نكون احنا حتى اعلاميين وكنا صغار. نعم. مشاكل كره القدم، التقدم في السن. صحيح. واصابات اللاعبين كره القدم. نعم. دي اكثر حياة بتواجهنا. حاليا عندنا غول تجاري جديد هو الدعايه والاعلان. الدعايه والاعلان يعني عالميا مثلا عندنا كريستيانو وعندنا ميسي يستحقوا، لانه في كره قدم حقيقيه. لكن الهاله الاعلاميه ما حتضعف لو جاء نجم اقل منه مستوى. يعني كره القدم ما حتشوف لاعب ثالث بغض النظر عن حنقول اسماء، يعني نيمار، دي بروين، الاسماء ده. نعم. الاسماء دي حتكون هي اقل مستوى من ميسي وكريستيانو، لكن هناك زخم اعلامي يجب ان ينفخ في اللاعبين. ليه؟ لانه في اموال كثيره تدفع، في تيشيرتات بتزيد، في نسب مشاهده بتعلى. موضوع التجاره بدت مننا من التشفير لكاس العالم. اول بطوله مشفره كان اي ار تي في 2002. قبلية كاس العالم كان متاح للجميع، اتحاد الاذاعات الدول العربيه بينقل المباريات ويزول بيحضر المباراه اللي هو عاوزها. الدوريات المختلفه كنا بنشوف الدوري الالماني في السودان من بدري، لكن بعد كده بدت اللغه التجاريه اللي هي حتضعف لنا من متعه كره القدم، واللي هي عملت الحكايه دي بالضبط في السودان. نعم. احنا ما متعودين عليها، ما تعودنا على لغه التجاره. نعم. تضعف من متعه كره القدم. هل يعني زياره كاس العالم يعني اصبحت عندما جاء الى هنا السودان ليست بمثابه حدث رياضي، وانما هو حدث ترويجي لسلعه معينه بعيدا تماما عن اي قيمه رياضيه لهذا الحدث؟ ولذلك شاهدنا يعني حتى عدم الدعوه الذي لم توجه دعوه لنجومنا الكبار، الامر الذي اثار الكثير من الانتقادات في هذه الفتره. رغم انه مثلا ما كان في 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 في, في الاستقبال وفي المطار. نعم. وفي الخبر الرئيسي، لكن مثلا في الاحتفال كان في تكريم لجين 70. صحيح. طيب لكن الخبر خلاص، الخبر في الاعلام بيكون واحد. نعم. ما بيكون في خبرين. صحيح. يعني ما في خبر وتعديل، يعني هو ما بوست في فيسبوك انت بتعمل له ايديتين عشان تقوم تحسنه ثاني، هو بيطلع خبر واحد. فخبرك انت على قدر قيمتك انت خلاص، يعني انت خبرك كان ما في استقبال من لاعبين سودانيين. نعم. سواء في الجيل الماضي خالص او الجيل الحالي او الجيل حتى اللعب في بطولة. نعم. البطولة الأفريقية، انه من جلب كأس العالم الى السودان اشخاص ليس لهم علاقة بكأس العالم نفسه او او او, أو بال 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 بالفهم الرياضي او بالجمهور الرياضي. نعم. من هم النجوم اللي بينتظرهم الجمهور الرياضي؟ لكن بعد كده خبر التكريم ما حتشوف الا انت تكون. نعم. متابع الحدث، يعني صحيح. يعني مشيت بنفسك حتشوف. ما حيلقى حتى لو كتب في نفس الصحيفة، احنا بنعرف تماما يعني الأعمدة الرياضية او الاخبار، يعني ليه لو انا نزلت خبر وجيت بكره كذبت الخبر ده، قلت الخبر ده معلش كان اشاعه، ما في زول حيقرا التعديل. خلاص عارفين الحاجه، زول بيقرا
خبر الاول. فكل الصحف الرياضيه كتبت او يعني بعض الزملاء الرياضيين كتبوا عن انه الترويج ما تم بشكل رياضي، لكن وكلهم برضه كتبوا عن التكريم، لكن ما في جايب سيره التكريم خالص. نعم. وشفنا شخصيات ما شفناها قبل كده حتى في الاعلام السوداني، ودي حاجه تحسب للشركه الراعيه لكاس العالم، حاجه كانت ممتازه جدا كتكريم، لكن ما خلاص يعني الخبر راح، لانه هي ما مناسبه رياضيه. نعم. كتفاعل وكمناسبه. الانطباع الاول اللي اديته للناس انه دي ما مناسبه رياضيه، انتم الرياضيين خليكم بعيد، هي مجرد يعني انا بستغل زياره كاس العالم للترويج للسلام. واكبر دليل على كده في الصفحه الرسميه للشركه في السودان على فيسبوك وعلى انستغرام، كان كل الترويج لعمل بالسوشيال ميديا. نعم. هل في استعداد؟ لا، ما كان في اي شخصيه رياضيه، رغم انه كان ممكن يكون في ترويج برضه لشخصيات رياضيه. نعم. ويخدموا المساله بتاعت السوشيال ميديا، او كان ممكن معلومات عن كاس العالم نفسه. صحيح. او يعني حتى في الايفنت نفسه ما كان في معلومات عن كاس العالم، عن من. نعم. من هو راسم كاس العالم، من هو النحات اللي اشتغل كاس العالم. نعم. من كيف تحصل على كاس العالم؟ الموضوع كان مختزل في انه صوره تاخذها وتمشي. ايوه، كيف تحصل على كاس العالم؟ دي معلومه في ناس ما بعرفوا يعني شنو، يعني انا كيف ابقى بطل لكاس العالم. نعم. المنافسة القادمة متى ستكون؟ أنا متأكد لو عملنا استطلاع من 100 شخص حنلاقي تقريبا 30 فقط هم اللي عارفين بطولة كأس العالم متى ستبدأ. صحيح. فما كان في اهتمام رياضي، كان في حدث، واحنا بنحب الأحداث يعني في السودان. احنا محرومين من حكاية الأحداث. صحيح. وزيارة النجوم. نعم. والأشياء بالضخامة والجمال. لا يعني كان تفاعل جميل جدا. كان في تفاعل رياضي على مستوى يعني في تسديدات لكرة القدم وفي بلنتيات، يعني كان في حياة جميلة. نعم، لكن ما كان في معلومات تفيد وتغذي زي ما بنقولوا المعدة الرياضية، ما في خالص. كان ما في يعني، انت لو ممكن تسأل يعني الناس يسألوا كأس العالم ده هو العمل منه، وطيب هو دي النسخة الأصلية ولا ما النسخة الأصلية؟ طيب. صحيح. يعني طيب حياة زي كان ممكن تكون موجودة، فما كان في اهتمام رياضي، لكن ده من حق الشركة الراعية. نعم. أنا كشركة هي يعني جايبة كأس العالم، دي أموالي أنا من حقي. أيوة. نعم. أروج كيف وأروج لمنه ويجي. طيب منه يعني جي. هذه السيطرة من إحدى الشركات يعني وهي من شركاء الفيفا القدامى، يعني هو طيب بكل تأكيد من حقه أن يتروج لنفسه، هذا شيء وضع طبيعي، لكن يعني هذا الأمر عندما ننظر بهذا المفهوم يجعل بعض يتخوفون من 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 الهجمة الأخيرة من بعض الشركات على كرة القدم، وأصبحت كرة القدم يتم التعامل معها كسلعة أكثر من التعامل معها كرياضة يعني جاذبة للجمهور، والجانب التجاري والاقتصادي دخل فيها بشكل كبير جدا، الأمر الذي أفقد الكثير من معانيه. شفنا الترويج مثلا، نتكلم عن الاستديو التحليلي لبين سبورت دوري الإنجليزي في مباراة كبيرة مثلا. نعم. أو في دوري أبطال أوروبا، في الفاصل بين الشوطين بيرجع المقدم للاستديو التحليلي بيتكلم في شيء ما عنده علاقة بكرة القدم، يقول لك تابعوا في قناة الأفلام الفلانية الفيلم الفلاني. نعم. ساعة كده، يعني انت بتبعد تماما، ده مشاهد بتاع كره قدم ومتحمس وانت بتتكلم بين شوطين وخذ حسابات وداري يشوفها، فانت بتتكلم معه في شيء بعيد. ده اكبر دليل على الماده التجاريه، حتى الحماس. يعني انا كمقدم برنامج هكون دارت مثلا الشوط الاول انتهت 2-2 وفي ضربه جزاء وفي كرت احمر وفي يعني استغلال استوديو تحليلي خاص بكره القدم للترويج لشان لا علاقه له بتاتا. هنا بناخذ طوالي انه. صحيح. عالم التجاره سيؤذي كره القدم. وكره القدم هو ازاها وانتهى. ايوه، ولو تم ايذاء كره القدم احنا حنفقد جانب كبير من الجمال في حياتنا. يعني الناس ممكن تكون تعبانه طول اليوم وتكد وتتعب وتشتغل عشان توفر حق التيكت عشان يدخل بيها مثلا مباراه هنا في السودان، او شاهد بيها في دور مشاهد، او يشتري بيها قنوات مشفره في بيته. يعني انت بتتعب، يعني دي واحده من الحاجات في الدخل زول بيخدها في 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 الشهر، انه هو كيف حيحضر مباريات هذا الشهر. فده هم كبير جدا. لو انت بدات تتوغل اكثر واكثر وتبقى كره القدم للاغنياء فقط وتبقى هي محصوره على جانب معين ستسقط كره القدم، حتكون زي التنس. التنس. صحيح. جميله جدا، لكن عارفين يعني صعوبه الحصول على مقعد في التنس يعني. صحيح. شوي. نعم. او زي الجولف الى الاتريه. نعم. قليلا يعني. نعم. هي ما حاجه شعبيه ممكن اي زول يمارس او اي زول يتعلمها. صحيح. يعني صعب انك تلاقي مثلا لاعب فقير بيلعب كره بدا. نعم. انه يتعلم تنس، لكن نلاقي. نعم. لاعب فقير بتاع كره قدم بدا بفقر لحد ما بدا يطور نفسه، لان يعني لعبه شعبيه ومتاحه ما بتحتاج يعني ممكن اي مكان رملي انت تلعب، لكن جولف دي حتحتاج ارضيه مثلا حتحتاج. ففي اشياء رياضيه بتحصل لكن بتحتاج نوع من الراسماليه ممكن نقول عليها. صحيح. فكره القدم الان هي في هذا الخطر عالميا، يعني ما بنتكلم عن حاجه في السودان. عالميا، لكن
ما يقلل شويه من 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 سخونه الامر مثلا في مصر او في السعوديه زي ما انا اقول، لانه دول تاهلت لكاس العالم ففي نجوم حقيقيه لكره القدم، فاستخدامه لابد. يعني ما اعتقد انه الكاس لما نمشي مصر حيجي غير محمد صلاح ولا رمضان صبحي مثلا ولا النني، يعني يستحيل. لكن احنا برضه في السعوديه عندنا نجوم معروفين على المستوى العربي. ايوه صحيح. لكن ما هو الفريق وين؟ الشركه الام. انا متاكد انه الشركه الام، اعتقد انه مثلا الشركه الموجوده في السودان هنا اعطت بعض الاشارات او بعض الاقتراحات لشخصيات رياضيه، يعني متاكد الحاجه دي ممكن يعملوا لعملهم الاجتماعي الكبير اللي حاصل في اخر 10 سنوات، موجوده ثقافيا واجتماعيا، ده الحدث رياضيا، لكن الحدث الرياضي هو الاكبر دائما بيكون. يعني انت لو اشتغلت 10 مهرجانات و10 منتديات و15 عمل لمسؤوليه اجتماعيه، حدث رياضي واحد قد يسقط الكل وقد يرفع الكل، لانه الرياضه شعبيتها يعني تصل لكل مكان. وكل ما يتعلق بالرياضه وبكره القدم تحديدا تجد انه هناك اقبال جماهيري. صح، واكبر دليل يا محمد انه كان الامر فقط هو يخدم الشركه الام، ما كان في اي اعلان لمنتجات الشركه الموجوده في السودان الاخرى، ما كان في اي اعلان. يعني هم عندهم صناعات غذائيه كثيره جدا، وفي صناعات على مستوى السيارات، لكن ابدا ما كان في اعلان. ليه؟ لان معناه كان الهدف التركيز واحد على شيء معين. نعم بس. طيب مهند، والله انا سعدت بك جدا في الحديث عن زياره كاس العالم للسودان، بغض النظر عن كل التفاصيل التي مر بها هذا الحدث، ولكن هو في نهايه كاس العالم وجاء للسودان، فبالتالي كان حدث يستحق مننا الاهتمام الكبير. شكرا لك كثير الاعلامي والمحلل الرياضي المعروف مهند منير على وجودك معنا اليوم في سبورتس كريم. شكرا لك يا محمد. شكرا لك مهند، وشكرا جزيلا طبعا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من سبورتس كرين، حتى الملتقى قريبا إن شاء الله. نقول لكم مع السلامة ونلقاكم على خير، في أمان الله.